كل البيت. خلاص حالكم يلا الا وشت لي رازق لك جمعه وشت لي راس لك جمعه الناس بقول لها طب اذا ما قدرت الا غني لها هاي هاي صبايا حاجة شدتني ليكي هي دي هي دي طيبة قلبك واكتر حاجة بحبها فيكي هو ده هو ده قلبك واكتر حاجة شدتني ليكي هي دي هي دي واكتر حاجة بتموتني وتوديني كده وتجيبني وعنيك في عيني واجمل حاجة واحلى ما فيك شفايفك همسك كل ما فيكي عينيك ماشية الله يخليكي بالراحة عليا يا على الايام لما الايام تضحك لي الواحد مرة واحدة يا سلام يا سلام اقول لي كلام انا عمري ما قلته لاي واحد اهو جي لي يوم اللي بستنى واللي بتمنى واللي بحلم بيه اهو جي لي يوم اللي هبقى معاه واللي هعيش وياه في حضن جابتني جابت اهلي على بيتك جيت مش على مهلي يا حبيبتي نروح طول عمرنا مستني لحظة ما تعيشي وتتهني حضني وفي عيوني وفي مني ده انا داري أنا لقيت إنه الانتربريتاسيون اللي عملها إيهاب للغنية هي كتير حلوة لأنه كتير سبيسيال يعني عملها على طريقته وقديها مش مثل الغنية الأوريجينال وأنا هذا الشيء بحبه يعني ما منسمعه كل مرة زي تشي لإيهاب ولكن ما كان كتير مركز على التفاصيل تبع الغنى يعني الأفلات لازم يكونوا واضحين أكتر وثابتين أكتر بكذا مطرح وفي تفاصيل من اللحن كمان بالآخر ما كانوا كتير ثابتين وكل يعني ما لازم يتاخد هو بالمشهد وبالجو وبالمود لأنه اليوم قد ما أدى حلو إذا التفاصيل ما نون منيح هو هذا الشيء بده يبين وبيلعب فيه يلعب ضده نوك أنا بدعي لإيهاب يرجع ينتبه أكتر على تفاصيل المغنى يضلوا بالانتربريتاسيون السبيسيال يلي بتشبهه ما لأنه هو ما بيقلد حدا وفينال ما بيغني مثل حدا بس تفاصيل المغنى مش لازم أبدا تزيح بحكي شيء الإيجابي إجمالاً يلي عم نسمعه عند إيهاب إيهاب كتير تقدم صوته كبران كتير وإحساسه كبران وكل شيء بس في شغل اليوم ما كان عم بيقدر يمسك النوتات من ورا نفسه ما كان عم بيساعده كان عم بيأكل الكلمات أكل هيدي شغلة بتلعب ضده لازم ينتبه كتير إيهاب لازم يرجع يشد حاله وينتبه على الأداء وينتبه على الديكسيون أكتر شيء اللفظ عنده بده شغل وعم نشدد عليها وهلأ رجع يعمل أغلاط يمكن هيدي يمكن موجة مرأة اليوم
صعبة لإله، بس هو إجمالا بغني كتير حلو. اللي شفناه بيشبه إيهاب، هيدا إيهاب يعني، هيدا جوه، هيدا الأفكار تبعه، الشباب اللي هيك الشبيبة يعني، بضحك مهضوم في حركة، حبيت فكرته. كمان هيدي الفكرة شايفينها كتير، بس مع عملها بطريقة مهضومة يعني. نحنا ما بقى في، لازم نعرف انه في هالكم موضوع بهالعالم يلي حواليه بتنبنى كل القصص وكل الدراما وكل الفنون، يمكن بيقولوا 35-36 موضوع، وهن على الكرة الأرضية ما في غيرون، ونحن كل هالفنون عم تتناول هالمواضيع. المشكلة مش بالموضوع، المشكلة بالمعالجة. اليوم هو مثلا لحد هلأ هو أكتر واحد عالج على طريقته بشكل مهضوم، كيف فاته، كيف ظهره، مثل شوي على البارودي، شوي على يعني مهضوم. حسينا أنه الغنى أقل من عادة، هو عادة صار عم بغني أحسن من هيك، بظن انه لانه عم يعمل حركه ولانه عم يعملوا فيديو كليب يعني، بيروح منه اشياء كتير، بحط تركيزه بمطرح، بيعمل فوكس على مطرح، بينسى مطرح. بس مروره كان لذيذ ومهضوم. ايهاب اليوم تنروح على الاشياء الايجابيه يلي بهذا الفيديو كليب اكثر بكثير من الاشياء السلبيه. طبعا السلبي هو يمكن انه غنى اقل من العاده، ولكن انا شخصيا بفضل يعني المشهد يكون كامل متكامل، لو كان المغنى نقز اقل، ولكن لانه برجع لفكره الايفال، شو اللي انطرح فيديو كليب، كيف تعالجت هالفكره، وبلاقي انه يلي عمله ايهاب اليوم لذيذ وذكي. المعالجه جديده او جيده ليش؟ صحيح انه شايفين كثير بفيديو كليبات شباب عم بيرقصوا وانه بتعجبه صبيه، الفكره مثل ما قلتي كلوديا صحيح انها موجوده، ولكن حبيت كيف بلش المشهد بكلام انه يلا إلا شو رأيك تقلها يلا، وبلش بكلام وانتهى بكلام، مثل كأنه إجا الفيديو كليب جزء من هالمشهد المسرحي. وما حسينا يعني، ما حسينا كيف بلشت الغنية وكيف انتهت الغنية، إجوا بطريقة كتير حلوة، حتى أنه بالأول مش عارفين نحن إذا صف فعليا أو جامعة أو أوديسيون أو بمكان معين، ولكن واضح أنه مطرح فيه شباب. وحلوة فكرة الناظر بالآخر أو الأستاذ يلي بيجي بيكسر هالجو وبيردن كلهم على صفوفهم. حلوة فكرة وتبلورت بالآخر، مهضوم فيديو كليب شبابي، وهيدا يلي أنا بلاقيه حلو عند إيهاب، إنه ويلي بينقص عند غير تلاميذ، إنه عنده الجرأة إنه يتحدى نفسه وإنه يغني وبنفس الوقت يعطي الإحساس ويتحرك ويحرك الكل، لأنه حرك مجموعة. وكمان تحية لرافائيل، لأنه أنا أكيد إنه رافائيل هو الكورس يعني اللي بيدير هالكورس، مهضوم كتير كيف فاتوا هن وبلشوا يرقصوا على الكراسي وهيك. وإيهاب كان عنده الجرأة إنه يفوت بالمغامرة ويروح بالآخر للي عم تعمله عم بيعمله، لو ولو نكزة على حساب الغنى. أنا معلش أنا شخصيا بقبلها على حساب الغنى، وقت اللي بيكون المشهد هالقد لذيذ وقريب من القلب وبيخدنا بيسحرنا بيضحكنا بنسينا إنه نحنا بإيفال، وإنه هيدا طالب وعم بفرجيني عضلاته وشو قديش بيقدر يغني. طيب ليش ما بدهم يكونوا بمستوى بعضهم؟ يعني انه حلو كثير. ايه اكيد يكونوا بمستوى بعضهم. الفكره انه اذا عملوا مشهد حلو، حلو كمان انه يغنوا منيح، لانه هن وقت عم يمثلوا واحد بس عم يعملوا كثير حلو، وقت عم بيغنوا بس عم بيغني كثير حلو، فحلو هالجمع بين الشغلتين، مش بس يصير في عنا تمثيل وغناء نتوتر، او الهدف من الأكاديمية انه يقدروا يجمعوا كل هالمهارات اللي عم يكتسبوها من الصفوف بشخصية واحدة، اللي هي وقتها بنوجد على المسرح كمغني كممثل كل هول بدهم ينجمعوا تيصير هيدا الشخص مثلا إيهاب، لانه سائب هو هلا عم بيقدم. انا اكيد حلو انبسطنا كلنا ضحكنا حبينا، بس انا صوتيا عم بحكي
انه وقتها انا بشوف ريزلتا معين او نتيجه معينه بالبرايم ببطل اقبل اسمع اقل من هيك لانه هو هالقد صوته حلو. يعني بصير بدي انطر هالشخص اللي غنى لي عبالي راسي انبسطت فيه كيف غنى كيف ادى كيف عرب بحبه دائما يكون هيك لانه هو قدير يكون هيك. يعني وقت اعطاني هالنتيجه يعني هو دائما في يكون هيك. اكيد بيختلف نوع الغناء اللي عم يغني, بيختلف الوضع مع الحالة اللي هو فيها قد ايه تعبانين قبل ما يجوا قد ايه محضرين, بس ما بيمنع انه انا حافظ على مستوى واحد وثابت ان شاء الله مع الوقت يقدروا يحافظوا على المستوى الواحد القريب. يعني يضل المستوى قريب من بعضه ما يكون في تفاوت بالاداء لانه مش ناقصهم شيء وعندهم الامكانيات وعنده الصوت اللي بيخليه يغني حلو على طول.